أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من لبنان اليوم. حبس الأنفاس مستمر بانتظار ما إذا كان حزب الله سيرد على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ليلة السبت الأحد، فيما الأنظار ستكون مشدودة إلى الاجتماع الاقتصادي المرتقب في القصر الجمهوري الاثنين لوضع خارطة طريق من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعيات التصنيف السلبي. وقد اكتملت الدعوات لهذا اللقاء الذي سيكون على مستوى سياسي الصف الأول، ويبدو أن الإجراءات المطلوبة تحتاج إلى مظلة سياسية من كل الأفرقاء، إذ أن القرارات غير الشعبية التي قد تتخذ قد تؤدي إلى حال من الغضب، وهذا ما يتطلب توافر التوافق السياسي. ملفات عدة نطرحها على ضيفنا الناشط والمحلل السياسي علي الحسيني. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. مساء الخير. سنحكي مطولا خلال هذه الحلقة عن اجتماع الاثنين الاقتصادي والملفات الاقتصادية وما يعني يواجه لبنان من هيدا يعني بسبب هيدا العبء، انما خلينا نبدا الحلقة بما حصل من اعتداءات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية ليل السبت الاحد. عاد التوتر، عاد القلق عند الشعب اللبناني، الجميع يخشى حربا بين اسرائيل ولبنان. مساء الخير. اهلا. أول شيء بالنسبة للموضوع الاقتصادي، هذا موضوع حنبحث فيه مطولا. بالنسبة للوضع اللي صار بالضاحية الجنوبية من يومين والاعتداءات الإسرائيلية، هذا بشكل بالدرجة الأولى اعتداء على السيادة اللبنانية، السيادة اللبنانية جوا وبحرا وبرا، يعني الثلاثة سوا اعتدوا علينا بثلاث مطارح بنفس الوقت. ثاني شيء خرق لل 1701، ونحن بعد العام 2006 حتى الآن في تفاهمات برعاية الأمم المتحدة بإشراف قوات اليونيفل على الخط الأزرق، وخروقات إسرائيلية مستمرة. نحن من العديسة سابقا إلى العديسة امبارح ليلا، وهذا الشيء يعني هو في سياق يعني اعتداءات إسرائيلية متكررة على المنطقة ككل، وبسياق دولة على الأزمة المتفجرة بين إيران وبين الولايات المتحدة. نحن طرف بالمنطقة، كون حزب الله هو مدعوم إيرانيا، نحن متورطين شأن عم أبينا بهذا الصراع الكبير. بس كنا على أساس أنه لبنان محايد ومحايدين لبنان وما بدنا ندخله بهذا الصراع الإقليمي الموجود. حقيقة هو هذا الصراع الإقليمي نحن داخلين فيه شأن عم أبينا من وراء الحرب اللي كانت موجودة بسوريا، والهالحرب اللي دائرة بين حزب الله وبين إسرائيل بسوريا، نحن بنعرف عنا جزء وغابت عنا أجزاء. نعم. على طول في صدامات مسلحة نحن ما بنعرف عنا، موجودة دايما، بيطلع الطيران الإسرائيلي بيضرب مواقع لحزب الله، بيدعي أنه هيدي مواقع إيرانية داخل سوريا، هيدا نحن اللي بنعرفه. هلأ الحدث الأبرز هو هيدا الاعتداء اللي صار بالضاحية الجنوبية، وهيدا الاعتداء الخطير فيه سبق وطبعاً فيه سبق وطبعاً على موقع لحزب الله بسوريا. صح. كمان ببلدة عقربة السورية. صحيح، هيدا ادعت اعترفت الحكومة الإسرائيلية فيه وحكيت انه هيدا الاعتداء تم على قواعد إيرانية بسوريا، يعني من مثل العادة كذابين ما فيك تصدقيهم. بس بالنسبة للبنان هيدا اعتداء على العاصمة اللبنانية، هيدا اعتداء على الحكومة اللبنانية، على الشرعية اللبنانية، على الجيش اللبناني، لأنه ما كان في اعتداء من لبنان على إسرائيل لحتى إسرائيل تعمل هيدا الرد الفعل بطائرات مسيرة ومداها 5 كيلومتر، يعني في اعتداء بحري، يعني اجوا من البحر الجماعة وبعتوا هالطائرات المسيرة بالجو وضربوا الضاحية الجنوبية في هيدي المسافة، لأن هي هيدي الطائرات يعني ممكن أن تطير على مسافة معينة، ما فيها، ما عندها القدرة أن تطير، معناتها هن طلعوا من البحر. نعم. هلا في ناس عم بتقول انه هذا الاعتداء تم من الداخل وفي عملاء، انا بعتقد انه هذا الاعتداء تم من البحر كعادتها اسرائيل. ممكن تيجي ما عندنا رادارات نحن بتكشف البحر، وهون في مسؤوليه يعني بتوقع على قوات اليونيفل البحريه، يعني اذا صار في خرق بحري معناتها عم تتحدى الشرعيه الدوليه وعم تتحدى الامم المتحده اسرائيل وعم تتحدى كل القرارات هي اسرائيل اللي بتمنعها. كانت عامله يعني قيمه لحدا او وجود لاي حدا، يعني اسرائيل اللي بدها هي بتعمله ما حدا بيرضعها. يعني نحن بنشوف ممارساتها لاسرائيل بقطاع غزه، بنشوف ممارساتها بالضفه الغربيه، بنشوف ممارساتها ببغداد، ما عندها حدود، ممكن على ايران بعد فتره. هلا لبنان تقدم بشكوى لمجلس الامن، يعني
يعني حسنا فعلت الدبلوماسيه اللبنانيه. نحن يعني حسنا فعلت الدبلوماسيه اللبنانيه انه تقدمت بشكوى لمجلس الامن، ويجب على الدبلوماسيه اللبنانيه ليس تقدم بشكوى الى مجلس الامن او الى الاتحاد الاوروبي، بل يجب عليها ايضا ان على رئيس الحكومه بشكل خاص ان يقوم بجوله مع وزير الخارجيه الى معظم عواصم القرار في العالم والى الدول العربيه، حتى من شان يعني نحن تطويق هذا الموضوع اللي اسرائيل عم تسعى لجلبه له. اجتمع مع سفير الدول الاوروبيه، اجتمع مع سفير الدول العربيه، يعني كان في اتصال مع وزير الخارجيه الامريكي، يعني كل هذا كمان من اجل تطويق يعني المجلس الاعلى للدفاع. تم اجتماع السفراء بعتقد امبارح مع رئيس الحكومه، السفراء العرب ودعم لبنان، بس كمان يعني انه بدنا دعم لبنان، كمان مش دعم بالحكي، بدنا دعم لبنان انه على الارض، انه وين دعم لبنان؟ انه الشعب كيف ممكن يصمد اساسا؟ بس مين بعرف وين بدهم يدعمنا استاذ علي؟ لا هيدا لما اليوم بدهم يحكوا يقولوا نحن السفراء بدنا ندعمهم، بدنا يكون في دعم فعلي للمواجهه، يعني نحن كل عم يدعي الى ضغط النفس والى انه التهدئه. اكيد اكيد اذا 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 في قرار دولي انه اسرائيل يعني تجرنا على حرب، ما في شيء بالدنيا حيوقف هيدي الحرب. نحن يعني شاهدين على ممارسات اسرائيل سنه اجتياح 1982، حرب تموز 2006. قرارات اسرائيل بس تتاخذ بالحرب بيكون في قرار داعم لها، قرار دولي اللي هو اكيد بده يكون قرار من الاداره الامريكيه، بس ما بعتقد انا انه الاداره الامريكيه بدها حرب هلا بظل المفاوضات اللي بدات بعد الاجتماع وزير خارجيه ايران استاذ ظريف مع جي 7 بوساطه فرنسيه. بعتقد يعني هلا العشر ايام هي ال 20 يوم حنشهد يمكن انفراجات بالملف الايراني الامريكي بهالمواجهه الكبيره الدوليه اللي عم بتصير بيناتهم. بعتقد ساعتها نحن اللي بنفترض ينعكس ايجابا على لبنان، بس ربما 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 بتاريخ اسرائيل معروف دائما، يعني في حاله مرقنا في كذا حاله مرقنا فيها في انتخابات اسرائيليه، ما هي هون المشكله، يعني عند اي استحقاق اسرائيلي انتخابات اسرائيليه او اي شيء يعني بحبوا دائما يكون في يعني يعملوا هالانتخابات على دم، سواء كان دم الشعب الفلسطيني، دم اللبناني، يعني دائما بده يكون عندهم شيء اعتداءات كرمال يعني رئيس الوزراء نتنياهو يفوز بهذه الانتخابات. يعني هيدا مش كرمال شخص الرئيس نتنياهو، هو الرئيس نتنياهو رئيس الكيان الصهيوني، رئيس الوزراء، رئيس الوزراء هو متورط بليست اتهاميه بالفساد الاسرائيلي، كرمال يهرب من هالقضايا الفساد. حتى الوزير رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ومعه فريق انتقدوه على الشيء اللي صار تجاه لبنان، هو عم بحاول يلعب على سوينج فوتس، يعني على الاصوات اللي هي لا ابيض ولا اسود، وياخذها بالانتخابات لحتى يقدر يربح الانتخابات ويكمل قدام ليتجنب هيدي ليهرب. بس ما بعتقد انه هو يعني اسرائيل، يعني الناس كلها خايفانه، وانا هون اليوم بعتقد انه ما بعتقد اسرائيل جاهزه لتعمل حرب. هلا الناس اليوم خائفه ما اذا نفذ يعني السيد نصر الله يعني توعده لاسرائيل ورد، هون الناس خايفه شو ممكن اسرائيل ترجع كمان هي ترد، وهون بنفوت بحرب ما بنقعد بنخلص. يعني العالم دائما عم تسال اولكم حزب الله سيرد امتى، يعني في حاله قلق عادت عند الشعب اللبناني. بعتقد انا حزب الله بالثلاث ايام الاخيره اللي مرقوا لهلا ترك الدبلوماسيه اللبنانيه تشتغل، ترك الجيش يرد امبارح بالليل، اعطى فرصه للمجلس الاعلى للدفاع، اعطى فرصه يعني لرئيس الجمهوريه رئيس الحكومه يتحرك، ومش اعطى فرصه، الناس عم بتفسر، انا برايي الناس عم تظلم حزب الله لما بيطلع الامين العام، وانا مش بمعرض الدفاع عن حزب الله، بس اني لما طلع الامين العام السيد حسن نصر الله عم يحكي على موضوع انه الرد على اسرائيل، انا بعتقد تحليلي للامور انه هو عم يحكي من نظريه البيان الوزاري اللي هو الشعب والجيش والمقاومه. نحن لحديت هلا امبارح ما شفنا الجيش غاب، ما شفنا الشعب عم بغيب، المقاومه يمكن بيجي دوره بالاخير لما بيكون مساند للدوله، بس اذا صار في رد من المقاومه حيكون رد على قد الحدث، رد يمكن بطائره مسيره، رد داخل اسرائيل، رد ما بنعرف نحن هن طريقتهم ومنهجيتهم وبروجرامهم. اسرائيل بدها اي حركه لو صغيره من قبل لبنان ومن قبل حزب الله حتى تقوم يعني بعدوان كبير، يمكن يكون بدها اي شيء يصدر من لبنان كي تدعي انه هي عم تحمي نفسها وبدها الدفاع عن النفس، يعني كل هذه الامور عم نسمعها بالاعلام. لانه اسرائيل بالاخير ما تنسى انه اسرائيل كانت شريك كبير
مع الإرهابيين في الحرب في سوريا، وهالها ما هالها من خسارة شركائها في سوريا في الحرب، وهي هلا بهالمرحلة عم بتشوف سوريا عم ترجع للنظام الأسد بسوريا، وهي آخر معركة كانت حتصير هلا بإدلب. وإسرائيل ما بدها دولة عربية تكون مرتاحة، إسرائيل ترتاح أنه كل الدول العربية تكون مشغلة بأزماتها وحروبها، صح؟ بأزماتها الاقتصادية، بحروبها، بانقلاباتها، بالربيع الفاشل اللي حكينا عنه، شفنا نحن هذا الربيع العربي اللي خرب كل الدول العربية. وبالتالي إسرائيل بترتاح لما تشوف أنه سوريا بتقعد 17 سنة مثل ما صار عندنا حرب أهلية 17 سنة، بتكون هي مرتاحة أنه هلا مش ما حيرتاحوا ويطلعوا يضربوني. بس الخطير بالموضوع، الخطير انه احنا فتنا على مرحلة جديدة هلا، وهيدي المرحلة بتحكي انه اسرائيل ممكن كل يوم تطلع وتضرب وين ما بدها، وخاصة انه الشرعية بعد كلام السيد نصر الله خاصة انه طبعا بعد هيدا خاصة انه هيدي فتحت مرحلة مثل لما طلعوا قعدوا الارهابيين بجرود بعلبك الهرمل داعش وقعدوا يبعثوا السيارات المتفجره، هيدا دليل انه نحن فتنا مرحله اسرائيل عم بتقلنا انا بعد جمعه بضربكم، بعد 10 ايام بضربكم، لانه هي عم تضرب محيط دمشق صار لسنتين ثلاثه ما حدا عم برد عليها، هلا بدها تعمل نفس هالطريقه هيدي ببيروت. طب هي ضربت بدمشق، ضربت بدمشق وضربات متتاليه وذكرت يعني على مدى سنوات، ليه ما بيكون في رد من دمشق؟ ليه ما بيكون في رد سوري؟ يعني هم يدافعوا عن حالهم وعن اجواء الوحيده خلال سبع سنين حرب بسوريا هي كانت دمشق بالنسبه للسوريين، يعني هي المدينه الوحيده تقريبا يلي كان ممكن يكون فيها سلام داخلي. يعني سوريا ما لنا وضع ترد على اسرائيل، يعني اللي بده يطلب من سوريا ترد على اسرائيل عم يطلب من سوريا يكون اقتصادها منيح، ما عليها عقوبات، يعني بدها تقول سوريا بس بدها ترد على شعبها، يعني اللي قام قاد يعني هيدي الثوره. هيدا موضوع ثاني استاذ سهى، قصه سوريا. لا ما هلا انت ذكرت منذ قليل، انا ذكرت منذ قليل الربيع العربي وهجمته، قلت انه كان انا ما هجمت الربيع العربي بس تداعيات. طيب كان نجح بعدد من الدول لو ما تدخلت الخارجيه اللي صارت. كان نجح يعني بسوريا مثلا كان بالفعل كان بلش ثوره وتعسكر وصار في دعم من هون ومن هون، انقلبت كل الموازين اصلا. الوضع بسوريا اذا بدنا نحكي عليه هيك مرق الطريق بسريعة، الوضع بسوريا ما كان عم ينعطى فرصة للنظام ليحكي معهم، هبت الحرب بسرعة، يعني الحرب بسوريا صارت مثل ما صار عندنا نحن وقت القضية الفلسطينية، وقت منظمة التحرير والكتائب بسرعة لقينا حالنا فايتين بحرب. لما بده يعمل حدا عليك مؤامرة ناطت لتاخذي نفس، ما هو حاطط بروجرام بدي احرقك بدي دمرك بلشت المال اللي فات على سوريا، المال اللي فات على سوريا يعني بتعرفش يعني بالثورات بلشت سلمية وتظاهرات وناس يعني عم تعطي على موضوع سوريا. هلا ما رح نفوت فيه كثير، انما طالما يعني ذكرنا يعني نحن بنقبل لكل الشعوب تعيش بحريه، ونحن من احلى كونك يعني انت عايش هيدي يعني هذا الحراك اللي صار كمان يعني بلبنان طبعا انا مع الحريه ومع الديمقراطيه، بس كمان مش مع الفوضى. يعني ما حدا بيقبل بالدنيا كلياتها انه انت تكوني انا هلا بعمل ثوره كرمال ضد الفساد وبنزل على الطريق وبتظاهر، بس بحرق سيارات، بحرق بيوت، بحمل سلاح، بقوص، بجيب دعم دولي للسلاح وبحرق بلدي كرمال انه انا بدي اعبر عن رايي. لا، انا بمشي تحت القوانين اللبنانيه يلي هي بتحص بتنص على حريه التعبير وحريه الراي. بس اللي صار بسوريا دغري راحوا على السلاح. هلا هن عندهم وضع داخلي بسوريا، عندهم طار السوريين بين بعضهم، هي حرب اهليه، هي مؤامره. انا برايي اي حرب بالعالم بتصير هي شرسة، هي مدمرة لشعبها، وهي نتائجها 50 سنة بترجع البلد لورا. سوريا ما كان عليها دين، كان عندها اكتفاء ذاتي. عم نحكي كدولة صحيح، بس وين الحريات؟ وين الحريات اللي احنا بنعرفها؟ وين الحريات عندهم؟ هن صاروا ضد بسبب هذا الموضوع، ما في حرية. ليش نحن عندنا بلدان حرية كاملة؟ يعني طبعا بنحكي شو بدنا نحن، حتى بالرغم من التلفزيون الرسمي. ليش كل الناشطين بيستدعون على المخافر لما واحد يعبر عن رايه على السوشيال ميديا ولا يقول كلمه؟ لا هلا اذا صار في تجاوز للحدود، اذا صار في تجاوز للحدود طبيعه الامر يعني انه اكيد كل شيء له حدود. نحن ما عم نتحمل كلمه، كيف النظام بسوريا اللي هو بالاساس نظام متشدد حتى ما اوصل هلا بدنا نوصل لهذا التشدد، ما اعطوهم مجال. لا، بدكم تبقوا تحت امره هيدا
هيدا النظام. صارت الامور بسرعه، صارت الامور بسرعه. النظام السوري هي بسوريا كل عام. النظام السوري نجح بشغله كثير مهمه، انه قدر صور لكل العالم انه هؤلاء الثوار هن ارهابيين وهن داعش. صور لكل العالم انه هؤلاء الذين يسهرون اليوم في سوريا كل هذه التظاهرات هدول انهم ارهابيون، وكمان صبر انه داعش ونصره. بتعرف يعني انت الحرب الدوليه على الارهاب، يعني لانه الحلقه حتصير عن سوريا. لا لا بس عندنا ازمتنا. بدي احكي لك شيء، طب ليه ما صار هيك بفنزويلا؟ ليش الشعب الفنزويلي هلا عم يعترض على مادورو؟ ليش الشعب الفنزويلي ما حمل سلاح ونزل وحرق على فنزويلا كلياتها كرمال قصه نحن الشعب، نحن الشعوب العربيه اصلا بعد الحرب العالميه الثانيه قسموها للمنطقه العربيه كلها بالمسطره، من عدا خريطه لبنان معموله بالقلم، بس الوحيده خريطه لبنان معموله بالقلم لانه هيدي كانت الجمهوريه اللبنانيه المارونيه، كانت بالاساس هي هديه من الفرنسيين للموارنه بلبنان، اسمها الجمهوريه اللبنانيه المارونيه، بس الدول العربيه كلها بالمسطره معمولة الخرائط كلياتها، وحطوا عليها للدول العربية، حطوا عملوا عليها مدراء دكتاتوريين، أنظمة ما بتعتني بشعوبها، أنظمة ما بدها تتطور، إن فساد بالمال أو فساد بالعسكر. نحن عنا العالم العربي بعد منه متطور، منه متطور. فرنسا أخذت 5 جمهوريات لصارت هيك، هلا بيتمثلوا كلهم بالغرب ومبسوطين بالغرب بأوروبا وبأمريكا، الغرب عمره 100 سنة بس من الحرب العالمية الأولى. بينما قبل اذا بدك ترجعي لورا كان نحن عايشين، نحن يعني كنا عايشين ببحبوحه بالعالم العربي، كانت القاهره اهم مدينه، احلى مدينه بالعالم، وكانت دمشق هي يعني والقدس من اهم العواصم بالدول العربيه. لما نحن فتنا على هيدي الانظمه اللي هي عكس اراده شعوبها وصلنا للحرب السوريه، وصلنا للحرب الاهليه بلبنان، لانه الدساتير، لانه الدساتير يا استاذ سهر، لانه الدساتير اللي نحن عايشين فيها مش متطوره، وجهت بالقمع وبالطائفه. سوريا بدها طائف، بكل شيء بدها طائف سوريه، اضافه الى كل يعني الدعم اللي اجى من الخارج. انت بتتذكري مظبوط بهداك الوقت انه الاستاذ وزير خارجيه امريكا هيلاري كلينتون شو قالت؟ قالت انه هيدي حرب اهليه راح عليها سوريا، ونحن بلبنان رحنا على حرب اهليه، لانه هلا نحن بلبنان يلي صار عنا قبل شو ما كان حيودي الحرب اهليه. استاذ علي ما كانت حرب اهليه، كان الربيع العربي مثل ما عم ذكرت وصل على سوريا، الشعب بده عمل ثوره، الشعب بلش ثوره سلميه، دعمت المسلمين، عسكرت ووصلنا الى ما وصلنا اليه، هو صار ارهابي، صار الشعب السوري ارهابي وتهجر ثلاث ارباعه ومات ربعه. امريكا مش حق مع حق مع حق الشعوب بتقرير المصير؟ نعم. مش هيدا اعلان الامريكي بعد الحرب العالميه الثانيه؟ مش هيدي الحريه وهيدي هي الديمقراطيه؟ اوكي ما تعطوا السلاح للشعب السوري، وانتوا عملوا مثل ما عم تعملوا هلا مع ايران، عملوا عقوبات وجروا النظام السوري ليقبل بنظام جديد. ضروري ان احنا نمدهم بالسلاح مثل ما بدوا الفصائل الفلسطينيه بلبنان والقوى الوطنيه، وبدوا الكتائب بلبنان وولع لبنان 15 سنه وبعدنا لهلا نحن مش عارفين الدوله. اليوم اداره ترامب يعني هي يعني بالفعل بتعتمد على ما يبدو اكثر شيء على العقوبات، يعني هيدا يعني اللي بيشتغل عليه بالفعل الرئيس الامريكي الحالي. رح نكمل معكم هذا الحوار استاذ علي، لكن بنحكي ازماتنا الحاليه، هلا خلينا اللي فينا مكفينا، رح علينا ربع ساعه هلا بيكونوا ارتاحوا مني. اللي فينا مكفينا بنرجع بنواصل معك هيدا الحوار. أوكي. محطه على نيون وتابع. نتابع حوارنا مع الناشط والمحلل السياسي علي الحسين. استاذ علي كمان رح نحكي عن يعني الموضوع الاقتصادي، يعني هذا الموضوع اللي عم بيعاني منه لبنان حاليا يعني وما بنعرف لوين واصلين. وتداركا للامر في اجتماع حيصير بعبدا التنين ب2 ايلول يعني دعيت اليها القوى السياسيه لوضع خارطه الطريق. بعد في امل يعني نراهن على شيء ما بعد من اجل يعني انقاذ هذا الوضع اللي نحن وصلنا يعني للوضع. حقيقه نحن هلا بهالوضع اللي نحن فيه بين اعتداءات الاسرائيليه وبين اللي صار بقبر شمون، نعم ببدايه الموسم السياحي اللي كان واعد ومعاونين عليه، صحيح، نعم. وبين الموازنه اللي كنا عم نعمل معارك انه هالموازنه منا منيحه، وبين تصنيف الائتماني للبنان اللي نزل للسي ماينس، نعم. يعني شوفي ماينس هيدا بالنسبه لستاندرد اند بورز، اعطونا فرصه، نعم. اعطونا فرصه، ايه ستاندرد اعطتنا فرصه، قلت لك ما اعطونا فرصه، نعم. هلا الفرصه انه سي ماي يعني انه سي يعني وبعد سي شوفي
انا بقول لبيه بيروح لبنان اذا ما حيعالج الوضع نهار التنين. اول شيء لانه انت عندك مشكله بمعاشات الموظفين وعندك الكهرباء عم تكسريك، معاشات الموظفين عم تكسريك وعندك تسديد الدين. لا الكهرباء حلوها، راحوا بدهم يدوروا بمعاشات الموظفين، لا قشطه هيدا 1000 ليره وهيدا نص دولار وهيدا 3 دولار والعسكريين وما في حل. والهدر بعد الفساد اللي كنا كمان عم نتامل انه هيدا اللي يتعالج وهو اللي بده يدر اموال على الدوله، هيدا ما تعالج فنرجع للشعب ناخذ منه مثل ما قلت الالف والالفين. الشعب ما بيقدر يعطي بقى اكثر من هيك لانه اصلا الشعب عم بيعاني وفي غلا بالاسعار والناس كلها هيدا صارت عم بتحس بالغلا بالاسعار، عم يدفع فاتورتين، فاتورتين بالمي، فاتورتين بالكهرباء، فاتورتين بالانترنت، غير عم نحكي على الاشياء الثانيه اللي بيدفعها بالطبابه لانه ما عندك طبابه، وهيدا كلياته عم بياثر على الناس. يعني الناس مش عم تقدر تتحمل بنفس الوقت عايشه، لانه هيدا هو اللبناني بيجي تحويلات كلها من برا وبيعيش، بيروحوا يعني بيربوا اولادهم ليسافروا ليبعثوا لهم مصاري من برا ليعيشوا، او بيجوا المغتربين بالصيف هن اللي عم يصرفوا مصاري بقلب هالاسواق وبهالمطاعم. هلا نحن فايتين على موسم مدارس وفايتين على موسم شتاء وعلى حتطلع الصرخه، وحتطلع الصرخه طبعا حتطلع الصرخه. ويعني والخطير بالموضوع الدولار اللي لاعب بالاسواق من اسبوعين لهلا، الناس كانت عم تصرفه على 1560 بينما المصارف كانت عم تصرفه طبيعي على 1513. انا بعتقد اليوم الرئيس عون والرئيس الحريري يعني اذا قدروا تجاوزوا موضوع الاعتداءات الاسرائيليه ويكون الدعم العربي دعم مالي دعم معنوي دعم مادي بعد رح يكون في دعم عربي طبعا لما بيجوا بيجتمعوا السفراء مع رئيس الحريري وبيقرروا بيجتمعوا السفراء مع رئيس الحريري وبيقرروا يدعموه سياسيا، يعني هن جاهزين انه يدعموه كمان ماليا. وما تنسي موقف الكويت كثير مشرف، رئيس مجلس الامه الكويتي كثير مشرف موقف الكويت من لبنان، وهيدا الشيء نحن بنعول عليه انه لبنان منه متروك. صح صحيح، بس الظروف عندنا مثل 2006 الدول العربيه كل حدا كل دوله عندها ازمتها وعندها صراع، يعني مش مثل ايام زمان وقت كانوا يركضوا فورا يعني يهبوا لمساعده لبنان. ايه بس بالامور المصيريه والاستراتيجيه انهيار لبنان يعني حيؤدي لانهيار بعض الدول اللي بعدها متماسكه من الدول العربيه، لانه صارت ركيكة مثل الإزاز بتتكسر بسرعة. يعني اليوم المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مصر، المغرب، هاي دول الدول بعضهم متماسكين. يعني إجا هزة على الجزائر، إجا هزة على تونس، على السودان، على سوريا، على العراق، يعني بعضهم متماسكين. نحن بدنا النظام العربي مع كل سيئاته يضل، لانه نحن بالاخير منعيش من هالقوميه العربيه. يعني حضرتك تفضلت وقلت مع كل سيئات، يعني طبعا ما في شيء بدون سيئات. ما في شيء من دون سيئات، ليش نحن عايشين هون بالحسنات بلبنان؟ نحن عايشين بالسيئات. حدا صرح بده يقوس على الدول العربيه وبده يعني يوجه يعني اتهامات هيدا كله بيجي حكي يعني حكي بالسياسه، بالاخير نحن بدون الدول العربيه حتى من دون تركيا ما فينا نعيش، لانه هيدا كله جغرافيا مترابط ببعضه. الشعوب العربيه يعني حتى هيدا الشيء اللي عم يلبسوه اللبنانيه من الخليج يعني ما عاد مثل الاول، يعني بسبب المواقف السياسيين بلبنان اللي عم تصدر ما عم بتصب بمصلحة اللبناني الموجود بالخليج. نحن السياسيين بلبنان صايرين مثل الدجاجة اللي بتقاقي وما بتبيض، نحن هيك بيقعدوا بيحكوا كلياتهم بيطلعوا بيحكوا وبيوصلوا على بعضهم ويعملوا مشكل، ومن الحكي عملوا مشكل. واكبر دليل ان الحكي عم بيجيب المشاكل هو المشكل اللي صار بقبر شمون، كانوا حيعملوا لنا حرب آلية من ورا شو؟ من ورا انه هيدا عم يستفز هيدا. وين؟ بمنطقة صار من وراها حرب اهليه من 38 سنه. يعني شو وين يعني وين شو القصه شو صاير معهم بالوقت اللي مفروض يعني شخشبونا شخشبونا بطلنا نعرف كيف يعني 38 سنه مرق على الحرب الاهليه. هيدا الحادث اللي صار بقبل شهور. ليه بدنا نذكر باللي صار؟ هن ذكرونا، نحن ذكرناهم. وزير بده يقطع، اهلا وسهلا فيك، ليش بده يستفزك؟ وليش بدك انت تستفزه قبل ما تروح؟ ما كل لبنان 10000 كيلومتر عم تعملوا لنا مشاكل، والناس يعني سوري يعني بين هلالين الناس ما بقى تحبهم، الناس عم بتسيرهم حتى اللي هن عندهم بموالين لهم بالاحزاب تبعيتهم ما بيحبوهم. لانه الناس الناس بدها تاكل، بدها تشرب، بدها تحط اولادها بالمدارس. صحيح. بدها تدفع فواتيرها، ثلاث ارباع الناس مديونه صارت. يعني بكره اذا استفحلت هالازمه الاقتصاديه اكثر واكثر يعني بعد رح يرجع حدا يطلع فيهم او بده يصير يعني في مصارحه. يعني اليوم في عندك راسماليين لبنانيين، انا برايي انا نصيحتي لاتفاق لاجتماع بعبده اللي بده يصير نهار التنين، نعم، يكون في صراحه بين الحكم
وبين ويدعوا الرأسماليين ورجال الأعمال والشخصيات، وإذا فيهم يدعوا مغتربين على بعبده يعني، ويعطوا فرصة للدبلوماسية اللبنانية تحل موضوع الاعتداءات الإسرائيلية. لأنه أنا ما بعتقد حدا بيهوى حرب، حتى بالقرآن اللي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني حتى المؤمن اللي هن ملتزمين دينيا أنه بدهم يحاربوا العدو اللي هو إسرائيل، بعتقد هن كمان مش عبالهم يحاربوا، مش كل الناس عبالها تحارب، لأنه مش الظروف مهيئة أصلا أنت تحاربي يعني بجميع الأحوال. بس إذا فتحت إسرائيل جبهة علينا ونحن بوضع اقتصادي مزري من دون دعم عربي، وضعنا منه منيح ابدا. بيقولوا لك علشان كرامه لبنان، انه في كرامه لبنان ودائما يعني في ممكن يصير في رد بهجوم الكتروني، ممكن يصير في رد بهجوم باي هجوم ما يودي لحرب. كرامتي امبارح رد الجيش بام 16 عسكر الجيش كان عم بقوس، هيدا احسن رد للكرامه، لانه هي شعب وجيش ومقاومه. مين قال انه الرد لازم يكون بس عن طريق المقاومه تتحمل هي مسؤوليه؟ ويقولوا لا، المقاومه ما بين هلالين الثنائي الشيعي عم بجر لبنان لحرب. ايجابيه واستحسان يعني لدى الشعب اللبناني طبعا الجيش يتحمل مسؤوليه. لما الجيش تجي اسرائيل تضرب الجيش، ساعتها كل الشعب مع حيروح يقول للمقاومه جيبي صواريخك، الجيش ما عنده اسلحه، اضربي على اسرائيل. ساعتها نحن بنكون كلياتنا ايد وحده، ما بيتورط فريق، بيصيروا الكل بيهاجموه سلف وبيخونوه سلف واجندة ايرانيه. وانا ماني معرض دفاع عنه، بس كمان الواحد بده يحكي منطق، في شيء اسمه منطق. يعني انا بدي اكون براغماتي بهذا الموضوع. في حدا عم يعتدي علي انه بعوده كل جمعتين ثلاثه، بكره بيطلعوا بيختالوا واحد بالحكومه على اساس متحالف مع حزب الله، ما بيصير. ساعتها بيروت مخروقه، الجبل مخروق، كسروان مخروقه، طرابلس مخروقه، كمان ما فينا نعطيهم وجه لاسرائيل. ما نحن بنشوف شو بيعملوا هن بغزه كل يوم، كل يوم بيضربوا غزه، كل يوم بيضربوا غزه، هلا صاروا يضربوا كل يوم الشام، دمشق. شيلك مين حاكمها لدمشق؟ ان شاء الله مين ما يحكمها لدمشق. انا شو فرقاني معي؟ انا فرقاني معي انه هيدي دمشق بعيده عني 70 كيلومتر ما بدي تنضرب، والعراق. وحتى انا ضرب الرياض ما بحب انه تنضرب الرياض. هيدا لعبه الصواريخ ولعبه الضرب بالحرب، هيدي لعبه نحن ما بنهواها. انا اذا بدنا نرجع لموضوع يعني صراحه، لانه الشعب اللبناني ولانه الشعوب العربيه كمان انها ترتاح يعني دائما. طبعا بدنا نرتاح، نحن اكثر شعب اصلا مش مرتاحين. نحن دفعنا الفاتوره عن كل العرب، نحن دفعنا الفاتوره عن كل العرب، ودائما مكشوفين، مكشوفين بالاختلاك، مكشوف السماء. ليش اسرائيل كل يوم بدها تطلع تكسدر بالسماء وتضرب وتزت علينا مناشير؟ ليش يعني؟ ليش هي مسمح لنا نحن مش مسمح لنا؟ نحن عم نقول انه بظل غياب استراتيجيه دفاعيه للبنان، بظل هالغياب هيدا، في بيان الوزاري يمشوا على البيان الوزاري، مش هن 30 وزير مجتمعين كل واحد اضرب واطرح معه ثلاثة أربعة بي اتش دي وبيفهموا أكثر منا بالاقتصاد وبيفهموا أكثر منا بكل شيء، وعم بيعالجوا قضية المحارب وبدهم يعملوا لنا ثلاث محارب. بدنا نحكي عنها كمان قبل ما تخلص. يعني وزير البيئة شوي، يعني ما فينا ما نمرق إنه هلا وزير البيئة قرر بظل الاعتداءات الإسرائيلية، يعني مع احترامنا لإله يعمل خطة عمل منشان يعملوا فرز من المصدر. هيدي النفايات، الخطة في فرز من المصدر. هيدي النفايات، هيدي النفايات حقها مصاري. دائما الملفات اللي فيها مصاري بيجوا بيخربوا فيها، بالكهرباء بيخربوا، بال 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 بالهاتف بيخربوا، بالانترنت بيخربوا، كل شيء فاتورتين، وهلا بالنفايات كمان عم بيخربوا. وبتمشي بشوارع بيروت كلياتها، البيئة عم بقول لك من 1000 مطمر عشوائي ل 25 مطمر صحي. نحن معه، والمطمر منه بس المحارق، يعني المحارق هيدي المحارق مش مظبوطة. بأهم عواصم العالم الأوروبية والأجنبية في محارق، يا حتى بنص الصحراء. أنا زرت، أنا رحت على قصص صحية، أنا رحت على محارق وصورتهم وفتت عليهم، موجودين بأوروبا وبسويسرا وبموناكو. في إدارة، في إدارة هونيك، في إدارة، في دولة، في مين بحاسب هون؟ عندك فلتين الأمور، إذا تركت المحرقة سنتين بتصير مثل معمل الزوق الحراري بتفطسنا كلياتنا. ما صار حرب، اجت اسرائيل ضربتنا، ما حط، ما غيروا للفلتر، شو بيصير فيه لل شو بيصير فيه لل هون؟ بده يكون كمان في خطه بديله، يعني مثل ما ذكرت بحال لا سمح الله يعني صار عدوان، كانت هذه المحارق موجوده وكصفت مثلا هذه المحارق، انما لا تصير هلا بالاول. ما هلا في عنا اربع سنين اذا كصفت المحارق ما بتاثر علينا، بس بتاثر على البيئه. هلا نحن تحت 24 مطامر هلا صحيه، 25 مطمر، وإذا بده يكون في اعتراضات شعبية على القوى السياسية أن تقدم البديل. وين بدهم يعملوا 25 مطمار؟ في خريطة مع وزير البيئة. مين هدي؟ مين وقال لهم اللي بده يعترض يتفضل يعترض. بكره بتشوفي بعد من ال 25 مطمر حيعترضوا أهالي 20 مطمر، في عندهم حل واحد، في صحراء على الحدود اللبنانية السورية بيروحوا بيحفروها وبيكبوا الزبالة هناك.
بيعملوا مطمر هونيك ليشبعوا، بيعملوا بعدين مدينه صناعيه الشرقيه مره حال طرحت بفتره، بيعملوا بعدين بيمشوا الترين هيدا اللي السكه تبعيته موجوده للبقاع وبيعملوا مدينه صناعيه بيوصفوا اهل المنطقه وهي بتنتج وهي بتغطي معاشاتهم للعمال وللموظفين، بصير في فرز فوق وحرق فوق ومنطقه صحراويه. طيب بالشتويه بتزبط يعني التنقل؟ في حل لكل شيء، في حل، في حل لكل شيء، بس الاساس انه هن يكون عندهم نوايا يشتغلوا. يعني انا اعتقد بيير دوكان المسؤول عن تنفيذ مؤتمر سيدر بيير دوكان هلا يمكن يزور لبنان بالفتره اللي جايه، وهو بده يشرف على تطبيق مقررات سيدرز لهلا، لان الحكومه الحديث هلا مش قادره تعمل شيء. قالوا هن عملوا العجز من 10 من 9.7، ما حدا مصدقهم اصلا انه هو صار 7 فاصله، هو العجز بعده 9 فاصله. اذا لنرجع لانه عم نضيع نحن بالحديث، لنرجع لموضوع بعبده، اذا الرئيس ما صارحهم رئيس الحكومه، جاب رجال الاعمال وجاب كل الناس المستفيدين والناس اللي انتفعت من هذا النظام ومن عدم المراقبه اللي صارت هال 30 سنه اللي مرقت، عيطوا لهم، هلا صار لازم الوقت انتم. انا سمعت هيدي الكلمه من احد المحللين الاقتصاديين، بدون مكافحه الهدر والفساد رح تنجح برايك استاذ علي؟ اعوذ بالله، بده يكون في علاج للهدر والفساد قبل اي يعني قبل اي هو الهدر والفساد شيء. الهدر والفساد بكل دول العالم في هدر وفساد، بس شو الفرق؟ نحن بيننا مراحل متطوره، نحن من الاوائل، نحن عم الفساد عندنا 90%، الفساد عندنا 90%، يعني السرقه 90% وعم بيعطوا للناس 10%. طيب قد ايه بطلق الموتورات؟ قد ايه عم بتربح اصحاب الموتورات؟ يروحوا يشتروا الموتورات من اصحاب الموتورات ويعطوا كهرباء للناس ويوفروا مليار دولار، وهيك المواطن ما بيدفع فاتورتين بهيك حاله. هيدي العجز للدوله مليارين دولار على الكهرباء كل سنه، من 30 سنه هن نص العجز كهرباء مش عم يقدروا يحلوها. ما بدهم يلاقوا حل، كانوا لاقوا هن عندهم حل بس هن ما بدهم يحلوها لانه ما نحن يعني عايشين. المانيا اجت لعنا وعرضت حلول ورفضنا. نحن عايشين بفدراليه مقنعه، يعني كل واحد والدليل اللي صار بأبرشمون، كل واحد بيعتبر انه هاي المنطقه لإله. انت بدك تفوت لعندي بدك تاخذ الاذن، طب يا روحوا على الفدراليه واعملوها كانتونات وريحوا الناس وفوتوا بدستور ثاني يا خلصوا من هالمشاكل. لا أبرشمون مغير شوي انه لا اهلا وسهلا بالجميع، واللبناني ما بده فيزا لينتنقل بمنطقه ثانيه هيدا بعد ما صارت الحرب، انما قالوا ما يكون في استفزاز يعني من اي حدا قبل التنقل يعني بالمناطق اللي بنقول. انت مع هذا المبدا انت بدك يكون في استفزاز؟ هلا الحكي ليه بده يعمل مشكل؟ اذا انت ديمقراطي اذا انت بتامني لو استفزاز انا لو استفزاز انا ما استفزت حدا جاي لعندك واستفزك قبل ما يجي تستقبله، بس انا بدي افكر بالشعب، اذا انا مسؤول انا بدي افكر بالناس، انا بجي بنزل شبابي على الطريق وبعطيهم سلاح لانه نحن عم نعترض ضد الفساد، وكل مره بيعملوا علينا مؤامرات ما بيخلونا نجتمع بالساحات وبيهددونا وبيستوعبونا، بروح بعطيهم سلاح بيطلعوا على ظهر البنايات. هلا هالتحركات هلا بحال اخذت يعني الرئيس، رئيس الجمهوريه كل يوم عم بيقول بده في قرارات، الشعب منه معنا، رئيس الحكومه كذلك، الشعب على اللايكات، يعني الشعب يجيب لك 10000 كي لايك، بس الشعب منه معنا. صعبه في قرارات صعبة بقى تتاخذ باجتماع بعبده، شو بده يكون في رد فعل؟ مش قادرين نعمل شيء، أول شيء كحراك مدني وكحراك شعبي مش قادرين نعمل شيء هلا، الشعب منه معنا، جربنا كذا مرة، الشعب منه معنا، الشعب يعمل لك لايك، بيضحك لك، بيجي لعندك بيطلب وظيفة، بيطلب شغل، بنق قدامك، بيبكي، بس الشعب تعد هي نزال على الطريق، ما عنده ما عنده ثقافة النزول للشارع والاحتجاج بطريقة سلمية وديمقراطية، يعني اللي نزلهم على الشارع من 5 سنين هو النفايات. لازم تغرق لبنان مرة تانية بالنفايات، يمكن الشعب يحس على دمه، بس هلا الشعب ما بده. والدليل عم يتهموا انه في سفارات عم بتحرك يعني كمان هؤلاء، يعني شو هي ما نحن عم نتمثل بالاوروبيين بالامريكان، صح ولا انا غلطان؟ هن شو عم بيقولوا لنا؟ عم بيقولوا لنا السفارات عم بتقول لك عيشي بالزباله؟ انه نحن مع السفارات ولا مش مع السفارات؟ هيدا 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 كلام ما له طعمه صراحه، يحكوا قد ما بدهم، هيدا الكلام ما بيطعم مثل ما هيدي الكلمة اللي ما بتجيب له كعك الواحد ما يحكي فيها. هن فاشلين بدهم يشوهوا لنا سمعتنا، ساعة بيقولوا سفارات، ساعة بيقولوا عملاء، ساعة بيقولوا هيدا مع النظام السوري، هيدا لا هيدا مع 14 أزار، بعد شوي بيتهموك بالعمالة لإسرائيل. هن مفلسين أصلا، شو بدهم يدافعوا عن حالهم؟ ملياراتهم بسويسرا وعندهم جامعاتهم موظفينهم بالدولة، في 300,000 موظف فايتين بالواسطة، حنقول 50,000 منهم كفاءات بلبنان وبشك أنا بالرقم، وفي 250,000 تايمز يعني اضربيهم بخمسة، يعني 2.5 مليون من الشعب اللبناني تابعين للزعامات، والدليل التعيينات، معقول يا عمي ما عم يعرفوا يعينوا
بالتعيينات لا بمصر في لبنان ولا بغير مطار. هلا اليوم جلسه مجلس الوزراء اليوم عمي وين هيدا باي بلد هيك بيصير حتى على الموظف عم يتخانقوا؟ يمكن ينحكى بتعيينات بعد التعيينات القضائيه. برجع انا بصر بقول نعم. بما انه صار في مصالحه ببيت الدين وانجلت القلوب ونحن رايحين على كارثه اقتصاديه، ان شاء الله ما يكون في كارثه اقتصاديه. وانا ما في هذا الاجتماع الاقتصادي انا بعتقد بعد عنا فرصه نعم. بس هن بدهم يجيبوا رجال اعمال وكل المستفيدين بالمرحله السابقه وعيطوا لهم انتم اكلتوا من هيدا النظام، حان الوقت انه انتم تستثمروا فيه. كيف بيتم الموضوع؟ لما نحن بنوقف هيدي الفايده العاليه على الليره اللبنانيه ومنقول لهالمستثمرين استثمروا بالمال بالمشاريع نعم. ساعتها بيتحرك السوق. بدك مليار دولار ليتحرك السوق بلبنان؟ يعني نحن ثلاث ارباع الازمه هلا بدها مليار دولار. كان قبل عم بيصير في دعم للقروض العقاريه وعم لانه في 600 مؤسسه بيشتغلوا مع القروض العقاريه اللي كان مصرف لبنان عم يعطيها. بدك مليار دولار بيحرك السوق. هن عليهم بس ياخذوا قرار مع رجال الاعمال مع المصرفيين. ونحن بنعرف انه يعني هلا الوضع كثير خطير لانه في اعتداءات اسرائيليه والوضع الاقتصادي منه منيح. يعني هلا التهور بهالمرحله ما بننصح فيه. يعني هلا كل خطوه المفروض يكون محسوبه باي طبعا قطاع بكل شيء يعني سواء كان امني ام اقتصادي صحيح. ام مالي ام اي شيء. يعني لو بدنا محسوبه الخطوات كان حزب الله ما طلع عمل خطاب الامين العام، خاصه انه طال الضاحي يعني ما زال بعده يعني متريس كمان متريس لانه عم بفكر نعم. باللبنانيين انا باعتقادي وعم يعطي فرصه للجيش وللدبلوماسيه اللبنانيه انه تحل هذا الموضوع وعطم جر لبنان لحرب ضروس. هو بالفعل قال يعني الهدف منه نصر الله اللي له كلام مع الامريكيين يعني يحكي معه كرمال يحكوا مع الاسرائيليين. طبعا نحن لازم نستفيد من علاقات السياسيين اللبنانيين نعم. بالفرنسيين وبالامريكيين، خاصه كان الرئيس الحريري بواشنطن قبل ما تصير هيدا الموضوع من 15 يوم فور. يعني الشيء اللي صار بالضاحي كان في اتصال مع وزير الخارجيه كمان الامريكي مايك، بس هيدا كله ما بيكفي. تم التداول بالموضوع كذلك اللقاءات يعني اللي حصلت مع السفراء واللي كلهم دعوا الى بتذكر كثير منيح لما كان صار عدوان نيسان تفاهم نيسان 96 كان الرئيس الحريري الله يرحمه موجود، راح عمل جوله عالميه لحتى رتب هيدا الموضوع اللي هو هلا رجع انفتح من اول وجديد. يعني نحن رجعنا لقبل تفاهم نيسان اللي هو اعتداء اسرائيل متكرر نعم. تفاهم نيسان لجمل اسرائيل، يعني انت عملت سور للحديقه، هلا هيدا السور تكسر بهيدا الاعتداء اللي هو والاخطر من الاعتداء الكلام اللي صرحه نتنياهو تاني نهار عم يستفز حزب الله نعم. كانه عم بيقول لهم لحزب الله انت يعني هن عم بيراهنوا على انا قريت مقال عم يحكي عن الزكاة للسيد حسن وعم بيراهنوا على زكاة. هن شو عم بيحاولوا يحشرون لجماعه حزب الله بلبنان؟ انه انتم جماعه مش كذابين صادقين وبتردوا وانتم اذكياء انتم اذكياء وانتم هلا بتخسروا شعبيتكم بلبنان اذا رديتوا وبتخسروا شعبيتكم بلبنان اذا ما رديتوا وشعبيتكم الداخليه، لانه الشعب اللبناني بده يحملكم مسؤوليه اذا صار في حرب لانه الوضع الاقتصادي منه منيح. يعني هن عم بيحاولوا يجروا لبنان لموضوع تصدع داخلي. بهالمرحله نحن فيها الاسرائيليين منهم اشخاص يعني قاعدين انه بياخذوا قرار بساعة الساعة وبقربوا بيطلعوا بالطيران بيضرب. هيدا كله تخطيط واستراتيجية، وهيدا هو الشيء اللي نحن بنقراه. ليش بالخطاب نهار الأحد لما حكى الأمين العام على موضوع البقاع وبعلبك والقصير وانتصارات وهالموضوع ليه لمح عليه؟ هو عم بيحكي انه هيدا كلياته مرتبط ببعضه. عشان هيك نحن مش بمصلحتنا بهالمرحلة هيدي انه يصير في قرارات سريعة، حتى لو كانوا يوصفونا هن الاسرائيليين يوصفونا ما هن خسرانين اللي بدي يقولوا عنا جبنا. الواحد بيرد لما بيكون قادر يكسر له اجريه، ما بيرد لما هو بده يكون في ناس كمان بالداخل اللي مش موافقه. ما في اجماع لبناني على الحرب اصلا. صحيح. وكمان يعني في اوضاع داخليه اقتصاديه ماليه خاصه الاوضاع الاقتصاديه لانه نحن هلا فبتستدعي التفكير ألف مره مش مره واحده باي خطوه او باي يعني رد ممكن يحصل. شكرا لك استاذ علي الحسيني، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم ايضا مشاهدينا. نشر اخباريه بعد قليل والى اللقاء.